ليروس من بني أقشع ومن بني إبليس ومن بني واقد. أقسمت عليكم أن تحضروا الآن. مين؟ بس ما قمتش قايل منكم اكيد بقى كوبايه الشاي دي بتاعتنا. انا صبرت كتير والله يا فنان. اولها صبر ثانيها جبر. تستعجلش. تسلم. ايه مالك انت التاني؟ فيش مش عارف شيء. كل ماده ادخلها اسقط فيها. وانا اصلا بابا حلل ومراجع كل حاجه. ازاي كده يا كريم؟ انت عارف ان احنا ما بنظلمش حد. مش عارف يا دكتوره، بس في حاجه مش طبيعيه. انا بعمل اللي عليا كل مره. لا انا عارف يا دكتور، اصل الاستاذ مش بيجي السكاشن عندي. سكشن بتقول حاجه؟ لا ده انا بتكلم نفسي. شادي تحت امرك يا دكتور. من فضلك اول ما نرجع الورق بتاع كريم يتصح مره تانية، لان انا كده يعني ممكن يكون هو له حق ومحدش خد باله منه. لا يا دكتور، هو اللي مستواه ضعيف. دكتوره ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اتفضل. ينفع حضرتك بنفسك تراجع الامتحان بتاعي وكل المواد؟ اكيد انا هعمل كده فعلا يا كريم. ما هي قالت لك احنا ما بنظلمش حد يا استاذ كريم. لا انا هتابع بنفسي طالما هو متاكد قوي كده وواثق من اجابته. انا هتابع ورقتك بنفسي يا كريم. انا متشكر جدا يا دكتور. العفو يا كريم. بس يا دكتوره انا ماليش في جو التخييم ده، وان انا يتمنع مني الموبايل. انا شغلي كله على الموبايل. انت مين اصلا قال لك تتكلم؟ عادي بقول رايي يعني مش اكتر. ما يهمنيش رايك، انا بتكلم مع الطلبه بتوعي. ماشي. رايح فين؟ مخنوق، هتمشى شويه وتسيبني لوحدي. ها اقعد. طيب ما ينفعش الطريقه دي يعني. حماده من فضلك يا شادي، انا عارفه بتعامل معاه ازاي. انا اسف يا دكتور. تمام نرجع لكلامنا تاني. بصوا بقى، انا جبتكم الرحله دي علشان انا شفت الفتره الاخيره ان في بينكم خلافات كتير، وخصوصا يعني غندي وزياد. شايفكم على طول بينكم خلافات ما بتنتهيش. اصل حاطط مناخيره في كل حاجه يا دكتوره. بمعنى هو يقول لحضرتك كمان دايما اول الدفعه النجم مش عارف يبقى زي انا. تنسيت نفسك ولا ايه؟ لا يا نجم، ما قلتليش صح. هو بابا زود المصروف ولا ايه؟ استعمال المره دي ممنوعات. اصل انا بستنى اما الشله تخلص اكلها وباكل بواقيها. غندي انت افرت قوي وزودتها. فعلا انت زودتها قوي يا غندي. عن اذنك يا دكتور تعالي معايا. وانا كمان بعد اذن الدكتور. بعد داخل حمام. بعد اذنك يا دكتور هقوم اتمشى شويه. رايح فين يا زياد؟ مفيش حاجه، بس محتاجه ابقى لوحدي شويه. زياد اقعد، ما تتضايقش من الكلام اللي اتقال. يمكن غندي في حاجه مضايقاه. غندي اخويا يا دكتور. واحد بعد اذن. طيب يا جماعه مضطر اسيبكم بقى لان الجو برد قوي، وهروح اطمن على الولاد. تصبح على خير انت يا دكتور. تصبح على خير يا شادي. تصبح على خير يا كريم. نعم يا دكتور. تليفوني فين؟ رايح فين؟ تليفوني شكلي نسيته مع الدكتورة أو حد من الجروب. لا ده عايز أتكلم معاك. واحنا من إمتى في كلام بينا؟ وأنت مفكرني هسكت لك على الكلام اللي أنت قلته ولا إيه؟ مش كلمتين دول حقيقة. لا فوق يا كريم، أنت عارف إن مستقبلك ما بين إيدي أنا. بعد ما الدكتورة عرفت كل حاجة مش فاهمة يعني. لا الدكتورة سيبك منها، الدكتورة دي طيبة جدا. كريم لم لسانك. ها لم لسانك شوية. اوعى تفكر ان انا مش قاطع عليك انك بتعمل معايا كل ده عشان ما اخدش عندك دروس. دروس؟ دروس ايه يا ابني؟ وانت مفكرني مستني كام مليم اللي هاخدهم منك ولا ايه؟ مستني. انا عايز اقطع لك لسانك. مش هتعرف. طيب بص يا كيمو، انا مش هكبر معاك كتير، شكلك مش خايف على مستقبلك يعني. استناك السنه الجايه في الملحق. سلام. سيبها على الله. ونعم بالله يا حبيبي. ايه بقى الكلام اللي انت لسه قايلاه في القعده ده؟ انت احرجته جامد قوي يا غندي، ما كانش ينفع كل الكلام اللي انت قلته ده. احرجته؟ وانت ما تعرفيش المشاكل اللي بيني وبين زياد؟ وايه المشاكل اللي بينك وبين زياد؟ انت. انا؟ انت. انت
طب ما انت عارف ان انا بحبك انت وان زياد زي اخويا وان مشاعري عمرها ما هتتغير من ناحيته. انت حياتك دي بقت مستفزه بالنسبه لي وانا خلاص كرهتك. ده انت صعبه يا غندي. غندي ثواني بس هقول لك حاجه. استنى يا غندي. انا محتاج اتكلم معاك شويه. عايز تتكلم في ايه يا زياد بقى؟ ما تسيبني في حالي بقى. والله موضوع مهم جدا. تاني نفس الموضوع كذا مره اقول لك ان انت زي اخويا وان انا بحب غندي ومش هسيبه. يا بنتي افهمي بقى، والله غندي مش بيحبك. بس اسكت ما تقولش كده. طب ولو ثبت لك الكلام ده تثبت لي؟ اه بصي كده، والله انا عارف ان غندي صاحبي وكل حاجه، المفروض ما اعملش كده. بالله عليكي صدقيني، انا والله بحبك. اقسم بالله لا اقتلك يا غندي. يا هنا يا هنا. أقسمت عليكم أن تحضروا الآن، أقسمت عليكم أن تحضروا الآن، لي خيم، لي روز، من بني أقشع ومن بني إبليس ومن بني واقد، أقسمت عليكم أن تحضروا الآن، أقسمت عليكم أن تحضروا الآن، أقسمت عليكم أن تحضروا الآن. هنا يا هنا، انت رحت فين يا بنتي؟ الله 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 الله. هنا مره واحده كده تخصك ولا ايه؟ اه تخصي. تخصك من امتى؟ تخصك انت عارف اني بحبها. بص يا زياد، هوعيك لنقطه صغيره يمكن انت مش واخد بالك منها. هنا اللي انت بتحبها مشيت مع الجامعه كلها، راحت مع ده ورجعت مع ده، دي ابنك كانت مقضيها سهرات. طب اتكلم عليها عادي. اتكلم عليها عادي. بص، وانا كده كده كغندي مش فارقه معايا، خدت منها اللي انا عايزه. انت بتتكلم عليها عادل؟ وانا مش هرد. وده مين ده كمان؟ مش عارف. ده مين يا عم الشبح؟ يا عم خد استنى، رايح فين؟ انت خايف ولا ايه؟ انت مين يابا؟ تعال يا عم، انت خايف يا زياد؟ راح فين الواد ده؟ انت مين؟ ايه الهزار ده؟ انت عايزه مني ايه؟ انت مين؟ سيبيني، انا ما عايزكيش في حاجه، سيبيني. سمعت ايه؟ في حد من الجروب بتاعنا صرخ. جروب بتاعنا ايه يا رانسي اللي صرخ؟ زي ما انا قلت لك كده. هو ايه اللي زي ما انا قلت؟ رانسي نام يا رانسي، بالتحيوات بتاعتك دي. طيب نام. نام غندي. يا غندي يا دكتوره يا شباب يا غندي يا غندي.
يا رب بالنبي يا رب يا رب. اه في ايه بقى؟ تنشف يا عم شويه. لا عيل هلس مش الشله هو اللي بيهزر. في ايه؟ ما عملتش حاجه ما عملتش حاجه. لا لا حسن، قوم المره دي صريخه بجد. زي ما قلت لك كده النبي يلا والنبي حسن، انا خايفه على الجروب بتاعنا. ماشي طيب. هو انا متاكده ان حد من الجروب بتاعنا. تعالي نشوف. حسن مفيش حاجة اهي، عرفتي دي كلها تهيؤات؟ مش تهيؤات، انا سمعت بجد. سمعتي ايه؟ زي ما انا قلت لك كده. طب تعالي نقعد. يا حسن بقى، انت مش عارف تولعها، ليه تخيله طيب او اي حد؟ يعني ايه مش عارفة؟ لو انا مش عارفة اولعها، انا بولع كل حاجة. ما تبقاش مغرور. مش مغرور، انا بعمل كل حاجه صح. انت مين؟ ايوه يا عم، انت مين؟ مالكوش دعوه انا مين. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ احنا جايين نصيف ونضحك ونهزر مع بعض. انا مامتي شغاله دكتوره. حسن انت شايف اللي انا شايفاه؟ حسن ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ مالكوش دعوه باللي في ايدي، امشوا من هنا فورا. يعني ايه ملاش دعوه؟ روح نادي ماما بسرعه ونمشي بسرعه. يلا يا رانسي يلا نادي نادي ماما. ماما 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 مالكوا في ايه؟ في ايه؟ كان في راجل طالع من الشجر. راجل جه قال لنا امشوا من هنا، وكان معاه حاجه، كان معاه حاجه فيها دم كده. هو فين ده؟ سكينه كده. وكان كان واقف هناك. ايه ده؟ حسن هو راح فين؟ اختفى. امال فين الشباب راحوا فين؟ مش عارفه. شادي حماده، شادي حماده، غادي غادي. يا انا خير يا جماعه؟ خير. في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ كان في راجل طالع من الشجر، كان معاه سلاح كده، وكان معاه في حاجه، في حاجه فيها دم كده. دم؟ دم ايه؟ دم ايه؟ وقعد يزعق الاولاد وقال لهم لازم تمشوا من هنا حالا. وكان بينصحنا ان احنا نمشي، ومش عارفه كان شكله غريب. يا جماعه بقى نادي على الشباب، انا مش لاقي حد فيهم. طب العمل ايه يا دكتوره؟ هنعمل ايه؟ طب بصوا انا هقول لكم فكره، انا هاخد الولاد واروح من هنا، وانت يا شادي روح كده، وانت يا محمد روح كده، وندور عليهم وفي الاخر نتقابل هنا. ماشي يا دكتور. يا زياد تمام يا غالي. يلا يا ولاد. انا يلا تعالى يا غالي. يلا هنا يا زياد. انا مش لاقي حد منهم، لا زياد ولا غندي ولا كريم ولا حتى خالكم. المشكله اني قعدت انادي عليهم محدش رد عليا، وسمعت صوت صريخ جامد جدا. انا قلقانه جدا بصراحه، مش عارفه اعمل ايه. يا ربي يا حبيبتي ما تفرقش كده، ما انا خفت حتى اسيبكم لوحدكم. غندي يا هنا يا زياد، انتوا فين يا جماعه؟ يا غندي يا زياد يا ايه 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 ايه. يلا بينا، ما شفت العيال هنا فين؟ الجثث بتاعتهم. جثث؟ جثث ايه؟ شفت الجثث ميتين. ايه بتقول ايه؟ ايه اللي حصل؟ ميتين. طب ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مش وقت هم، خلاص تعال نروح. فين الدكتوره؟ طب والابواب؟ يلا بينا نروح نشوف. تعال 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 بسرعه. استنى الناس. طيب اللي جاي يا حبايبي اكيد هنستناهم، بس معقول ما احنا نلم الحاجه يكونوا هم وصلوا؟ احنا ما لقيناش ولا اي حد من الجروب ده. ايه ده يا دكتور؟ ايه ده انتوا جايين لوحدكم ليه؟ مش
كويسين؟ انتوا كويسين بس اهم حاجه. ايوه الحمد لله. ايه حصلت؟ ايه اللي حصل؟ احنا واحنا ماشيين ندور على الناس لقينا واحده محبوسه جوه قفص. أيوة. وعماله تعمل كده وتعمل كده. ايوه شكلها غريب جدا. طب يلا بينا يا دكتور. يلا دلوقتي يلا بسرعه بس هنروح فين؟ طيب هيجولنا فين؟ في بيت هناك كده هم هيجولنا هناك. يلا يلا بينا البيت ده. اه نستخبى فيه. يلا هم هيجولنا على هناك. يلا احنا عايزين بيتك. هم هيجولنا على هناك. طب انا مرمي